كيف تقررت ترجع تحبي مرة تانية؟ أنا ما قررت صراحة، وكنت مسكرة على الموضوع نهائيا، وما كان عبالي أني فوت بهيدا الشيء، بس الحياة كتبت لي صراحة. يمكن الله كان بده يعودني، أو كان بده بيعرف الله بيعرف شو في جواتي، بيعرف أن أنا إنسانة كتلة مشاعر وأحاسيس، وأنا حدا حساسي كتير ورومانتك وبحب الحب، يعني بحب كون بعلاقة. وبعمري ما توقعت أنه أنا ممكن طلق، بعمري ما توقعت أنه أوصل لهالمرحلة. فبيعرف الله أنه أنا بحب الاستابيليتي، ما بحب أنه أتنقل من شخص للتاني، ما بحب بحب اللونج ريليشن شيب، هيلثي ريليشن شيب، ديب لوف، يو نو، اند ترو لوف. انا هيك نوعي. ف اوكي، بوقتها كنت مسكره يعني، خلص حاسه انه هدول بس موفيز، يعني هدول ما بمنن، they don't exist، انسى. لحد ما تعرفت على نراج، وكنت اول فتره عن جد كثير ثقيله معه، عن جد يعني أول فترة كنت سائلة، ما كنت أنا، يعني كنت كتير مقفلة على حواس السبعة، بقى ما بدي طلعون، عارف شو؟ وهو يعني عم يتخبط بحاله ليطلع مني الحواس، عرفت أنه أرجع أفتح شوي قلبي، أفتح شوي عقلي، أتقبل. طبعاً اخترته بعد علاقة طويلة، يعني وقضينا كتير وقت مع بعضنا، يعني أنا ما صلي بعرفه شهر وشهرين، صلنا سنين مع بعضنا، وقطعنا بكتير امتحانات سوا.